الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. ليثولوجيكا، ظاهرة طرف اللسان عندما تخوننا الذاكرة وتهرب الكلمات. هل سبق وحاولت دون جدوى أن تستذكر كلمة استعصت عليك وقلت إنها على طرف لساني؟ من المؤكد أن معظمنا قد مر بتجربة مشابهة. أحياناً يستعصى علينا تكوين أو إكمال جملة بسبب حالة من الجمود الذهني المزعج، وعندما نصادف موقفاً كهذا فإننا غالباً ما نلجأ إلى استخدام كلمات بديلة أحياناً تكون دون معنى لمجرد ملء الفراغ لا أكثر، وأحياناً أخرى قد نأتي بكلمات غير موجودة. يشير العدد الهائل للكلمات المالئة للفراغ إلى أن هناك ميلاً بشرياً لنسيان أسماء الأشياء أو الأشخاص، ويسلط الضوء على مدى شيوع ظاهرة على طرف لساني. ليثولوجيكا هو الاسم العلمي لهذا النمط من النسيان، وكغيره من المصطلحات الإنجليزية المرتبطة بالعقل، تعد ليثولوجيكا مصطلحاً معاصراً تم اشتقاقه من الإغريقية الكلاسيكية، وهو مشتق من كلمتين ليثي وتعني النسيان ولوغوس وتعني الكلمة. وعرف ليثي في الأساطير الإغريقية بكونه واحداً من أنهار العالم السفلي الخمس، وهو النهر الذي تشرب منه أرواح الموتى لنسيان الذكريات الدنيوية. يعود تركيب هذا المصطلح إلى عالم النفس السويسري الشهير كارل يونغ في بداية القرن العشرين، غير أن أول تدوين له قد وجد في معجم دورلاند الأمريكي الطبي المصور عام 1915، حيث تم تعريف ليثولوجيكا على أنها عدم القدرة على تذكر الكلمة المناسبة. وبغض النظر عن أصل الاشتقاق، فإن الدراسات التي قام بها يونغ في مجال اللاوعي والذاكرة والنسيان والأساطير الإغريقية لها أثر كبير في فهمنا الحالي لكيفية عمل الذاكرة في الدماغ. ويدرك معظمنا أن الدماغ لا يعمل كالحاسوب، حيث يتم تخزين البيانات بشكل مرتب واستعادتها بضغطة زر. يشير عالم النفس توم ستافورد إلى أن ذاكرتنا مدهشة، ولكنها تستجيب بحسب ارتباط المعلومة بمعلومات أخرى وليس بحسب درجة الحاجة إلى تذكرها. وهذا يعني أن ذاكرتنا تعمل بأسلوب شبكي، فكلما ارتبطت الكلمة بعدد أكبر من المعلومات كلما سهل علينا تذكرها. إن تذكر كل كلمة في لغتنا أو في أي لغة نتكلمها هو أمر صعب حتماً. فعلى سبيل المثال، نجد أن الفرد البالغ لا يستخدم عملياً إلا 50,000 كلمة أو أكثر بقليل، سواء في الحديث أو الكتابة، في حين أن قاموس أوكسفورد الإنجليزي يحتوي على 600,000 كلمة، وهذا العدد لا يمثل إجمالي عدد الكلمات الموجودة في اللغة الإنجليزية. ومن المؤكد أن الفرد يفهم عدداً أكبر بكثير من الكلمات التي يستخدمها يومياً. إن هذه المفردات السلبية غير المستخدمة هي من يضعنا في مأزق طرف اللسان، فالكلمات نادرة الاستخدام بما فيها أسماء العلم هي الكلمات التي ننساها في معظم المواقف، وذلك لأن عقولنا تعمل بشكل شبكي كما سبق وذكرنا، وتستند إلى ارتباط عدد كبير من المعلومات ببعضها البعض، وبالتالي فإن قدرتنا على التذكر مرتبطة بعدد الصلات بين تلك الكلمات وبين معلومات أخرى موجودة. ونتيجة لذلك، فإن آلاف الكلمات قليلة الاستخدام والمخزنة في عقولنا قد تصبح صعبة التذكر إذا لم نربطها بالقدر الكافي بغيرها من المعلومات، الأمر الذي من شأنه أن يجعلها سهلة التذكر. ومن الجدير بالذكر أن ليثولوجيكا هي نسيان الكلمة وأثر وجودها في ذاكرتنا في آن معا، فنسيان كلمة ما يعني بالضرورة أنها كانت موجودة مسبقا بين طيات الذاكرة. ووفقا لبعض الدراسات الرائدة التي تناولت هذه الظاهرة، براون وماكنيل 1966، فإن ظاهرة طرف اللسان تشتمل على جانبين أو مرحلتين، مرحلة أساسية أو إدراكية تتمثل في إدراكنا لفقد الكلمة ومحاولة استعادتها من الذاكرة،
ومرحلة متقدمة وهي مرحلة إدراك الإدراك، وتتمثل في أساليب المحاكمة العقلية والآليات المعتمدة أو الحوار الداخلي الذي نلجأ إليه أثناء تلك المحاولة. وقد استنتج الباحثون أن دراسة هذه الظاهرة تمنحنا فهماً أعمق لعلم النفس الإدراكي ونظريات الذاكرة وتكوين اللغة، كما أنها تساعدنا على إيجاد حلول عملية لصعوبات التعلم والتغلب على مشاكل الذاكرة وتشخيص بعض الأمراض العصبية. وتناولت العديد من الدراسات العوامل المؤثرة التي من شأنها زيادة أو تقليل حدوث حالات طرف اللسان. نقدم لكم هنا ملخصاً عنها. تأثير ثنائية اللغة: هناك فرق كبير في عدد حالات طرف اللسان بين الأفراد أحادي اللغة وأقرانهم من ثنائي اللغة. إن الأرقام متقاربة فيما يخص أسماء العلم، لكن في حالة الكلمات العادية وجد أن ثنائيو اللغة يقعون في مأزق طرف اللسان بنسبة الضعف أو أكثر، وخصوصا في اللغة الأقل استخداماً. فالأشخاص الذين يتحدثون أكثر من لغة يقومون باستخدام عدد مضاعف من آليات تفعيل وتعطيل اللغة، وهذا عبء لا يواجهه أحاديو اللغة. تأثير العقاقير: أثبتت الدراسات أن العقاقير المستخدمة عادة في علاج اضطرابات النوم والتوتر من شأنها زيادة حالات طرف اللسان، وتؤثر أيضا على مدى صحة الكلمة المستعادة، أي أن الشخص المتعاطي لتلك العقاقير يستذكر كلمة غير مناسبة أو غير صحيحة. تأثير الكافيين: إن الكافيين أثراً إيجابياً في هذه الحالات، حيث أثبتت الدراسات أن تناول فنجانين من القهوة يومياً يحسن أداء الذاكرة ويقلل من حدوث حالات طرف اللسان. تأثير المشاعر: لقد وثقت الدراسات تأثير الحالة الشعورية على الذاكرة، فمن خلال التجارب التي خضع لها بعض الأفراد تبين أن حالات طرف اللسان تترافق عادة مع حالات شعورية سلبية مثل الحزن أو الخوف، وأن الأسئلة المثيرة للمشاعر تؤدي إلى حدوث حالات طرف اللسان بنسبة أكبر. تأثير الاضطرابات النفسية والعقلية: تؤدي اضطرابات مثل حبسة التسمية وصعوبات القراءة والكتابة إلى الوقوع بنسبة كبيرة جداً في حالات طرف اللسان. تأثير التقدم في العمر: يعتبر الضعف الملحوظ في أداء الذاكرة واحداً من أهم السمات العامة للتقدم في السن، وبذلك يؤدي إلى حدوث حالات طرف اللسان بنسبة أكبر. وفي جميع الأحوال تعددت المؤثرات والنسيان واحد. في الحقيقة قد تبدو ظاهرة طرف اللسان كمشكلة أو كخلل، لكنها تعلمنا الكثير أيضاً، فهي تعلمنا التأقلم أولاً، فعندما نواجه صعوبة في استعادة الكلمات نطور آليات تساعدنا على التذكر أكثر، ونتبنى تقنيات في الحفظ تساعدنا على الحد من تكرار هذه المواقف. وتشير دراسة بنجامين بيورك شوارتز 1998 إلى أن المصطلحات التي نجد صعوبة في استعادتها ستثبت في ذاكرتنا بشكل أقوى بعد الاستعادة. ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة من زاوية مختلفة، قامت كارين إيموري مديرة مخبر اللغة وعلم الأعصاب الإدراكي في جامعة سان دييغو الأمريكية بإجراء دراسة على مجموعة من الأفراد الصم الذين يستخدمون لغة الإشارة الأمريكية لمعرفة فيما إذا كانوا يعانون من هذه الحالات ذاتها، وهنا سميت الحالة بظاهرة رأس الإصبع. ووفقاً لتوقعات الباحثة، فقد أوضحت النتائج مرور الأشخاص الصم بمواقف يجدون فيها صعوبة في استعادة الكلمات، ويعبرون عن ذلك بإشارة أول حرف من الكلمة. ليثولوجيكا، أو ما يسمى بمتلازمة طرف اللسان، هي الوصف الدقيق لشعورنا بأن الكلمة هنا في فمنا أو على رأس إصبعنا، لكنها لسبب أو لآخر ترفض أن تخرج أو تقال. في موقف كهذا تحاول الدخول إلى ذاكرتك، ولكنك تشعر بأن دماغك قد أغلق بابه وعلق عليه لافتة سنعود بعد قليل.